أنا فليت من هون بحرب تموز 2006. كنا فريق هيك مكون صغير اسمه الشباب العربي، كان أول من عمل هالفريق. فأنا فليت لرومانيا كنت أنا قلت إنه خلص فوتبول باي باي، بس ثقبت إنه رحت مع ناس بنعرفهم هونيك لنجرب بفريق اسمه دينامو بوخارست. لعبت معه موسم، كان تجربة رائعة جدا وأحرزنا فيها دوري تحت ال 15 سنة، فهذه كانت انطلاقة مثل ما بيقولوا لإلي للفوتبول. أول شيء لما رحت على إندونيسيا، رحت أول سنة كانت ناجحة جدا، وتاني سنة كانت مع بطل إندونيسيا. كان من بعد هذه التجربة إن شو بيقولوا مثل ما انغريت لتجربة لبنانية لأنجح بلبنان، لأنه جاد بلبنان ما أخذ ظن حق لإله، كان لاعب بنادي لأحرز بطولة كجاد. فكنت مقرر إنه إجي على نادي أحرز فيه بطولة، وكان الصفة على وشك أحرز البطولة بالموسم اللي رجعت فيه من إندونيسيا مع كابتن الدقة، وكان موسم أكتر من رائع. رغم انه بنص هذا الموسم اجاني عرض لبرا من نفس النادي بيراك، رجعت رحت له بس كنا متصدرين دوري، وهذه شغله ما حدا يمكن بيعرفها. نادي الصفا رفض انه اترك الفريق ونحن متصدرين دوري بوسط الدوري. فثابت انه ما حلفنا الحظ ببعض المباريات اللي هي كانت مباريات مصيريه خاصه مع نادي العهد، وما أحرزنا في الدوري. من بعد دغري جاء هذا الفريق هو ذاته كونتاكت الصفا، وجاءت حلات إنه يفل على ماليزيا. هلا ما خص بس المنتخب، خص ليك الدنيا. أوقات في ناس تتوفق ببلدها، في ناس تتوفق برا بلدها، هول فرص بالحياة يعني، يا بتستغلها يا بتستغلها. أنا قلت ما أخذ حقي إنه يمكن ما لعبت مع فريق أحرز في بطولة، هيدا هو انه ما اخذ حقي بالمنتخب. منتخب معروف يعني، منتخب لبنان دائما معتمد على التشكيله ذاتها، بيجوا 10 مدربين ورا بعض، دائما التشكيله بتلاقيها هي ذاتها. فما بظن يمكن المدرب له عامل شخصي فيها لهالتشكيله اللي ما مغير عبر 10 سنوات الماضي الا باجزاء بسيطه. صحيح. هلا مع كابتن جمال فيك تقول بيعرف اللاعب اللبناني، ما بعرف قديه مطالب نتيجا يعني، ما بعرف قديه مطالب بالنتائج. كابتن جمال بيعرف كل الخبايا بلبنان، درب اكثر من 3-4 فرق بلبنان، لاعبين مع اكبر فريق حارس بطولات يعني. كابتن جمال بيعرف الخبايا بهاللعب، بيعرف الخبايا بالاتحاد، بيعرف الخبايا باللاعيبه، بيعرف اللاعب كثير. من معاملتي انا لكابتن جمال بشوف يعرف اللاعب كثير. هلا شو مطالبات الاتحاد منه هون هذا شيء تاني يعني. ما بظن انا بهالفتره الزمنيه القصيره اللي هيك مش مطلوب انه يعمل نتائج هائله، يمكن مطلوب يبني منتخب لبعد سنه سنتين. هلا هون بدك تشوف شو المتطلبات تبع الاتحاد، وشو متطلبات الجمهور، وشو قادر اللاعب يعطيه للكابتن جمال. كان في حديث بظل هالاوضاع، بظل هالاوضاع الله يستر علينا، الأوضاع الله يستر علينا. ما بتشوف يعني أنا إذا لعبنا دوري، إذا لعبنا دوري هالسنة بيكون إنجاز للبنان، إنجاز للاتحاد اللبناني، سوري مش للبنان، للاتحاد اللبناني. طلع جديد يعني مثل ما بقول الصاعدين، بقول لهم إنه ما يسمعوا، عنده طموح، عنده حلم، عنده يمكن حلمه يحترف، حلمه يلعب بالمنتخب. الفوتبول لعبة مليئة بالمفاجآت صدقني، فجأة بتلاقي حالك برا 18، تاني نهار بتلاقي حالك أساسي. الفوتبول فيه عامل إصابات، فيه عامل توفيق، فيه عامل بدني، فيه عامل فني، فيها كل العوامل هذه الفوتبول. فأنا بقول للقطاع الشباب اللي طالع، إذا عنده أي واحد أي دريم أي فيجن لقاله شايف حاله بمطرح معين، يلحق هذا الفيجن، يلحق هذا الدريم، لأنه خاصة 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 بالدومين الفوتبول اللي هو مليء بالمفاجآت يعني. يمكن الان اكسبكتد بيصير، واللي انت يمكن ما شايفه بنظرك
يمكن مدرب لك ما شايفك انت كلاعب بفيد منظومته، بس يمكن يجيك مدرب يتفقل فيك وما يتظهر من الملعب. ففي عوامل كتير بالفوتبول اللي هي لازم اللاعب ياخدها into consideration انه شيء ممكن بهاللعبه. انا عقدي بيخلص مع الصفحة السنة الجاية، يعني اخر هذا السنة، يعني هذا اخر سنة فيك تقول هذا الدوري.